هناك سلسلة من الإجراءات والعقوبات التعسفية والجماعية التي تقوم بها إدارات مصلحة السجون لكي تنتقم من الأسرى داخل هذه السجون وتستفرد بهم. منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام، اقترفت دولة الاحتلال ما يمكن وصفه بجريمة حرب حقيقية ضد الأسرى. فبعد أن أعلنت حالة الطوارئ أغلق على الأسرى في غرفهم، حتى اليوم لم يغادروا غرفهم، يتعرضون لعملية تجويع وتعطيش وحرمان من الدواء في سابقة لم تحدث في الماضي. هذه لأول مرة التي يلجأ فيها الاحتلال إلى مثل هذه الإجراءات. أضيف إلى ذلك أنهم يتعرضون إلى اعتداءات جسدية واستفزازات. لا يمكن أن نقرأ من الإجراءات المتخذة بحق الأسرى سوى الرغبة في الانتقام. يعني لا يوجد أي إجراء واحد مرتبط بهدف أمني، فقط هم يريدون أن يوقعوا الأذى بأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسرى. نحن نحاول مع كل المؤسسات أن نشكل أكبر حالة ضغط على الاحتلال ليكف يده عن الأسرى ويوقف جرائمه. يعني وجودنا اليوم هنا أمام الصليب الأحمر من أجل هذه المؤسسة لتقوم بمسؤولياتها، وكذلك نتواصل مع العديد من المؤسسات الأخرى لنفس الأهداف ولنفس الغايات، وهو وقف الهجمة المسعورة على الأسرى.